نظمت اليوم الأربعاء مناظرة وطنية من أجل مكافحة التدخين والمصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية في نفس الشأن من تنظيم وزارة الصحة وبمشاركة مؤسسة الأميرة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان وبمساندة منظمة الصحة العالمية. المفهوم في هذه المناظرة هو أن هناك اتفاقية دولية قامت بها المنظمة العالمية للصحة وشاركوا في تطبيقها عدة دول، نحن لم نؤشر عليها إلى الآن من ناحية المنهجية القانونية، وهذه المناظرة ستقوم بدعم هذه وتسريع التطبيق، أولا أخذ هذا القانون الدولي وتطبيقه في أرض الواقع، لأن نحن في حاجة ماسة إليه. كما تعلمون كل المعطيات العلمية والمثبوتة أن التدخين عنصر أساسي في الأقل الثلث من حالات سرطان والثلث من الأمراض الأخرى كذلك فيما فيهم شرايين والقلب. الهدف هو أننا نحس تحسيس ديال العام وتحسيس أيضا الفاعلين على الأهمية بتسريع ديال المصادقة على الاتفاقية الإطارية لمحاربة استهلاك التبغ، اللي هي هذه الاتفاقية اللي كانت بلورتها منظمة الصحة العالمية، وكان المغرب وقع عليها من الدول اللي وقعت عليها في سنة 2004، إلا أننا وقعنا تأخير فيما يخص المصادقة عليها على المستوى الوطني، بحيث أن البلد ديالنا مع الأسف إلى جانب الصومال بقى هو البلد الوحيد في المنطقة ديال الشرق المتوسط اللي مازال ما صادقش على الاتفاقية. إذا الهدف من هذا اللقاء هو أننا نحسوا بالأهمية ديال هذه الاتفاقية. علاش هذه الاتفاقية وشنا أهميتها بالنسبة للصحة العمومية؟ فكما تعلمون أن التبغ واستهلاك التبغ هو من آفات اللي يمكن لك تسبب أخطار على الصحة العمومية. فالدراسات مثلا اللي كنا جرينا في المغرب تبين بأن النسبة ديال التعاطي مثلا لاستهلاك التبغ تيفوق 15% بالنسبة للزادولت يعني الكبار. وعرفت هذه المناظرة تقديم استراتيجية المملكة في مجال مكافحة التدخين والتي تشمل أكثر من 78 إجراء، والدعوة إلى تقديم توصيات من شأنها المساعدة في تحضير استراتيجية وطنية شاملة من شأنها المحافظة على صحة العديد من المواطنين. هذه جهود مباركة من قبل الحكومة المغربية للمصادقة على الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهي من أنجح الاتفاقيات في تاريخ الأمم المتحدة لمحاربة وباء قاتل وهو التبغ، مسؤول عن الأسباب الرئيسية للوفاة، الوفاة المبكرة وكذلك العوق والمرضى في المغرب وفي إقليم الشرق الأوسط بشكل عام. هي خطوة مباركة، وتتعاون منظمة الصحة العالمية بكل طاقاتها وبكل إمكاناتها مع حكومة المملكة المغربية من أجل المصادقة على هذه الاتفاقية. الآن في هذه الاتفاقية كما ذكرت من أنجح الاتفاقيات في تاريخ الأمم المتحدة، في 177 دولة من دول العالم صادقت على هذه الاتفاقية وتقوم بتنفيذ توصيات هذه الاتفاقية. حضور اليوم في هذه التظاهرة هو يعني عبارة عن الإشراك وعن المساهمات وعلى حضور المعنوي وكذلك المؤسساتي للنواب البرلمانيين في هذا الموضوع الذي يبقى موضوع طبعا مجتمعي يجب أن يخضع لنقاش سياسي، نقاش مجتمعي قبل أن تؤخذ فيه كل القرارات المناسبة وفقا للمسطرة وللمناهج الديمقراطية. وتعد آفة التدخين من أهم المخاطر التي تهدد الصحة العامة، وقد تؤدي إلى تسجيل 8 ملايين وفاة سنوية إلى غاية سنة 2030، 80% منها تنحدر من البلدان النامية.